قبل أسبوع سألتكم على الإنستغرام عن شخصيتكم الرياضية المفضلة، وبصراحة أجاني كتير أجوبة وكنت مستمتعة وأنا عم بقرأ اقتراحاتكم، لأنه التفاعل عن المواضيع الرياضية صار يزيد أكتر وأكتر عندي بالإنستغرام. وقبل كل شيء أنا عن جد حابة أشكركم لكل دعمكم المتواصل، إن كان من رسائل عم توصلني على الإنستغرام، إن كان من تعليقات على اليوتيوب. وبعرف في بعض التعليقات بتحكي إنه التفاعل قل، إنه ليش هيك يا سمر؟ بس الخوارزميات تبعون اليوتيوب ما بدعموا التغيير اللي بيصير بالقنوات، يعني لما بدك تغير محتوى اليوتيوب ببطل يدعم لك إياه. فعشان هيك أنا جدا بحاجة لدعمكم علشان القناة ترجع مثل قبل وأحسن. فلما طلبت منكم تحكولي عن شخصيتكم الرياضية المفضلة، أحد أصدقاء القناة كانت شخصيته المفضلة هو لويس هاملتون، نجم الفورمولا 1. مين هو لويس هاملتون وكيف وصل للنجومية؟ السلام عليكم، أنا سمر وأهلا فيكم بقناتي. وقبل ما نبدأ قصتنا لهذا اليوم بتمنى أنكم تحطوا لايك لهذا الفيديو إذا أعجبكم، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لأنه أنا طبعا بتشرف فيكم. ويلا نبدأ. ولد لويس هاملتون في بريطانيا عام 1985 لأب أسمر البشرة وأم شقراء، وانفصلوا والديه عن بعض لما كان عمر هاملتون سنتين فقط، وكان وضعهم المادي ليس جيد خلينا نحكي. فوالده أنتوني كان يعمل في شركة السكك الحديدية البريطانية، فلما بدنا احنا نحكي عن الفورمولا 1 بيجي براسنا اسامي كبيرة تعودنا نشوفها على الشاشة، ابرزهم مايكل شوماخر بطل العالمي بسبعة القاب، والارجنتيني خوان مانويل اللي حصل على 5 القاب، وكل هاد وما كان معه رخصة قيادة، وبروست الفرنسي والالماني سيباستيان فيتيل اللي متساويين بعدد البطولات وهي 4. واسفة اذا ممكن لفظت الاسامي بطريقة خاطئة. واخيرا بطل قصتنا لهذا اليوم لويس هاملتون اللي هو ايضا بطل العالم ومتساوي مع مايكل شوماخر في عدد الالقاب وهو 7. بدأت مسيرة هاملتون الرياضية في عمر 8 سنوات، وكان يتدرب في سباقات الكارتينج، وهو في عمر 10 سنوات فاز في أول بطولة لإله، وطبعا لقب هاملتون بالأسمر الذهبي لأنه أول شخص في العالم من ذوي البشرة السمراء بيحترف سباق السيارة. وبعدها أصبح هاملتون يلفت الانتباه عليه إن كان من الناس أو من الإعلام، كونه بالأساس صاحب بشرة سمراء، وأيضا هو شاطر فعلا، لكن عشان تشوفوا عنصرية الغرب كيف صنفوه، ما صنفوه أنه كشخص عادي، لا صنفوه كأول شخص أسمر. وفي سنة 98 لما كان عمر هاملتون 13 سنة وقع عقد مع فريق ماكلارين ضمن برنامج السائقين الناشئين يعني الشباب، ومع هاي التدريبات اتجه هاملتون لسباقات السينجل سيتر، وبعام 2003 بات بطلا لسباق رينو في بريطانيا وفاز بعشر سباقات من أصل 15، وبال2005 فاز بفورميلا 3 وطبعا ب15 سباق من أصل 20، وبال2006 فاز في بطولة جي بي 2 اللي أصبح اسمها فورميلا 2. أجينا الآن على عام 2007 اللي هو الموسم الخيالي اللي كان للويس هاملتون. طبعا لويس وقع عقده مع فريق ماكلارين للفورميلا 1 خاصة بوجود شاغر عندهم بعد رحيل كيمي رايكونين اللي كان سائق عندهم في فريق ماكلارين بس انتقل على فريق فراري، فلذلك وقع مع هذا السائق الجديد المبتدئ اللي اسمه لويس هاملتون. بداية مع فريق ماكلارين كان لويس حاسس في ضغط إن كان من الإعلام أو إن كان من الفريق، لأنه زميله بالفريق كان فرناندو ألونسو بطل العالم لعام 2005 و2006، وهو اللاعب الوحيد اللي استطاع أن يوقف مايكل شوماخر من إنجازاته، لأنه كان مايكل شوماخر محتل أو محتكر البطولة لإله من سنة 2000 لل 2004. أول سباق لهاملتون كان في أستراليا عام 2007 وكان في المركز الرابع بالتجارب التأهيلية، وبعدها بالسباق تراجع للمركز الخامس، ولاحقا تقدم في السباق وأصبح في المرتبة الثانية، لكن أثناء السباق زميله فرناندو ألونسو اتقدم عليه وأصبح هو في المركز الثاني، وانتهى هذا السباق لهاملتون بحصوله على المركز الثالث. تخيلوا أول سباق لإلكم وتكونوا موجودين على منصات التتويج. والثلاث سباقات اللي اجت بعد هذا السباق كان هاملتون احتل المركز الثاني، وهدول البطولات كانوا في ماليزيا
والبحرين والأخيرة في إسبانيا. والبطولة اللي كانت في إسبانيا تغلب هاملتون على زميله ألونسو وجاب المركز الثاني، وألونسو كان بالمركز الثالث. لويس هاملتون كان متصدر بطولة السائقين بفارق نقطتين فقط عن زميله ألونسو. خلونا الآن نروح على سباق موناكو، اللي هو هذا السباق خلق تاتش خفيف ما بين فريق مكلارين ولويس هاملتون. في التجارب التأهيلية كان ألونسو في المركز الأول ولويس هاملتون في المركز الثاني، وتخيلوا أنه وقتها كان فريق مكلارين مبدع، لأنه الفارق ما بين المركز الثاني والمركز الثالث كان دقيقة واحدة، واحذروا مين كان في المركز الثالث؟ فيراري. فهذا بينتج على إبداع مكلارين ونجاحها في سباق السيارات. لكن هاملتون وهو في السباق أجت تعليمات من الفريق انه ما يتعدى ألونسو وممنوع يتجاوز زميله ويضل هو بالمركز الثاني، وفعلا هذا اللي صار، والفوز كان بالمرتبة الاولى لألونسو والمركز الثاني هاملتون. وهاي النقطة اللي خلت العلاقات بين ألونسو وهاملتون تصير سيئة شوي شوي، وبعدها صار في سباقات في كندا على سبيل المثال، واصبح هاملتون يحرز بطولات، ومن فوز لفوز ووجود هاملتون دائما على منصات التتويج، فتصدر ببطولة السائقين بفارق 12 نقطة ما بينه وبين ألونسو. وطبعا هاي الأرقام زادت من حدة العلاقة السيئة ما بينه وبين زميله فرناندو ألونسو، لدرجة أنه فرناندو ألونسو في إحدى المقابلات صرح وقال أنه الإعلام البريطاني وفريق مكلارين متحيز مع هاملتون، كون هاملتون هو بريطاني، والإعلام اللي كان يغطي وقتها الفورمولا 1 برضو كان إعلام بريطاني، فكان مهيمن بالفورمولا 1. وطبعا مع زيادة التوتر بالعلاقات أجعلنا سباق هنغاريا الكبرى، وفي التجارب التأهيلية الثالثة لQ3 فريق مكلارين أعطى تعليمات لهاملتون بأنه يسمح لألونسو يتجاوزه ويعمل اللفة الخامسة قبله، لكن هاملتون رفض وحكى أنه ما في سبب مقنع اللي يخليني أعمل هاي الحركة. وفي نهاية لQ3 راحوا على محطات الصيانة علشان تعرفوا يبدلوا الإطارات. ألونسو أخر متعمد 10 ثواني إضافية، وهاي الحركة كانت كفيلة إنها تأخر هاملتون عن لفته الأخيرة، وبهاي الحركة كانت النتيجة المركز الأول لألونسو والمركز الثاني لهاملتون. لكن تعرض فرناندو ألونسو للعقوبة وخلوه يبدأ السباق كترتيب خامس، فبالتالي هاملتون الثاني بيصير الأول، ولاحقا فاز هاملتون بالسباق. وصار كتير دراما في موسمه الأول، لكن كان موسم أكثر من الرائع اللي بيسجله التاريخ للويس هاملتون، بحيث أنه فاز بحصيلة 4 سباقات، وكان دائما متواجد على منصات التتويج برقم 12 مرة من أصل 17 مرة، وأنهى الموسم بتقدمه على زميله فرناندو ألونسو، ولكن كان على وشك أن يكسب بطولة العالم. لكن بعد بسنة، وهي أول مرة يكون فيها بطل العالم مع فريق مكلارين، وحتى الآن هو يمتلك أرقام قياسية بالفوز، لأنه معه 100 فوز بالسباقات، وبعدها بيجي مايكل شوماخر اللي بيملك 91 فوز. هاي الأرقام كلها جعلت من لويس هاملتون شخصية معروفة وشهيرة لكثرة أيضا تواجده على منصات التتويج بعدد 176 مرة أكثر من أي سائق آخر. ومن الجدير بالذكر أنه هو لما كان عمره 6 سنوات فقط أبوه اشترى له لعبة سيارات على الريموت الكنترول، وكان في بطولة اشترك فيها لويس هاملتون وجاب المركز الثاني، رغم أنه فارق العمر ما بينه وبين كل الأولاد اللي كانوا يلعبوا 15 سنة. وآخر إنجازات هاملتون حتى الآن هو حصوله على لقب السير أو الفارس من قبل ملكة بريطانيا. فعلا هذا الرياضي يستحق لكل ما قدمه في عالم السباقات. بتمنى يا رب أني أكون غطيت لكم كل المعلومات، أو مش كل المعلومات بالتفصيل، لأنه في كتير قصص وفي كتير معلومات وفي كتير فضائح عن فريق مكلارين وإلى آخره، لكن حبيت أعطي نبذة عامة عن اللي ما بفهم أيضا في السباقات، وأنه يستفيد ولو بمعلومة بسيطة. هيك منكون سكرنا الدفتر على مسيرة لويس هاملتون، ووصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم، وما تنسوا تحطوا لي لايك إذا عجبكم الفيديو طبعا، وتشتركوا بالقناة وتحكوا لي آراءكم كلها بالتعليقات، وكمان ما تنسوا تتابعوني على الإنستغرام، الرابط راح يكون موجود في صندوق الوصف. ومني أنا سمر، أحلى سلام، وبشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.